وضعت قرعة بطولة كأس آسيا للشباب المنتخب الوطني في المجموعة الثانية إلى جانب كل من السعودية، العراق وكوريا الشمالية. منتخب الشباب يستهل مشاركته في المسابقة التي ستقام خلال الشباط المقبل بمواجهة السعودية ثم كوريا الشمالية على أن يختتم دور المجموعات بلقاء نظيره العراقي. وبحسب نظام البطولة يتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي، في حين تتأهل المنتخبات الحاصلة على المراكز الأربعة الأولى في البطولة القارية إلى كأس العالم للشباب.